الشخصيات المؤثرة بحياتك وعلى شخصيتك؟ هلا بصراحة الشخصيات، إذا بدنا نحكي على شخصيات عامة يعني صدقا، مو لأنه بدنا نطلع على التلفزيون، القائد خالد حافظ الأسد يعني بيعطيكي إحساس بالقوة، بيعطيكي إحساس بالاستمرارية، كيف هو عمل من سوريا اللي كانت لا شيء دولة قوية، يعني إن شاء الله هيك نكون مستمرين بهذا الشيء. هلا أولا ليوناردو دافنشي كان رسام وكان عالم، فجامع بين الفن والعلم، فحب تقمص شخصيته يعني. الشخصيات التاريخية مثل ابن سينا، مثل ابن بطوطة. بشكل عام هلا قدوتنا في الفترة وقادنا الدكتور بشار الأسد. طبعا هو شخصيته صعب تتكرر يعني، حازم، ممكن يعرف ايمتى يرخي ايمتى يحزم، الشخصية بتستهويني بصراحة. على الصعيد الاجتماعي عندي الوالد الله يرحمه. هلا في عنا شخصيات كتير، إن كانت على المجال الرياضي والثقافي والفني والإعلامي. هلا أكثر شخصية رياضية أنا بعتز فيها وبحسها أنه فعلا مثلت البلد بشكل دقيق وعمل إعجازات وإنجازات في عالم الرياضة، هو السباح العالمي فراس معلة يعني الحقيقة. وإذا بدك تيجي على الجانب الإعلامي، في عنا كتير كمان أثروا فينا في الجانب الإعلامي والصحفي. يعني أنا بحس أنه في اللاتقية هوني عندي مثل أعلى، هو نقيب الصحفيين أستاذ إبراهيم شعبان. وإذا بدنا ناخذ على المستوى الأكبر والأوسع والدائرة الأوسع، فيني بقول لك أنا في السيدي رائدة وقاف، أنا بحترمها كتير كشخصية إعلامية وصحفية كتير، وعندها الثقافة العالية حتى في مجال عملها، لأنه الصحفي والإعلامي كمان إن لم يملكوا الثقافة كمخزون فكري وعلمي ومعرفي ما قادر يسقطوا في مجاله الإعلامي.